موجز العاشرة صباحا من أونلايف، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على ترسيخ الشراكة مع روسيا في جميع المجالات، ورحب الرئيس خلال استقباله وزيري الدفاع والخارجية الروسيين بالمشروعات المهمة التي يتعاون البلدان في تنفيذها داخل مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبع للطاقة النووية وإنشاء منطقة صناعية روسية. أكد وزير الخارجية سامح شكري تطابق وجهة النظر بين القاهرة وموسكو في العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافاروف، أشار شكري إلى التوافق الكامل والشامل بين البلدين من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية وإيجاد حلول مناسبة لتكثيف منابع الإرهاب والتعامل مع الدول الحاضنة له. يناقش مجلس النواب اليوم التقرير العام بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية العامة وهيئات الإنتاج الحربي عن العام المالي 2015-2016. كما يناقش المجلس تقريرا بشأن مشروع إنشاء نقابة للأثريين، فضلا عن نظر ثلاث قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات والمشروعات. قتل وأصيب 22 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من جسر الشهداء وسط العاصمة العراقية بغداد. يأتي هذا الحادث بعد ساعات من مقتل نحو 14 شخصا وإصابة قرابة من 50 آخرين في تفجير سيارة أخرى ببغداد. ووقع هذا الانفجار أمام أحد المتاجر في حي الكرادة، وقد أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هذا التفجير. ختام الموجز، دمتم دائما في أمان الله.